مرحبا بكم من جديد مشاهدين كرام. ما زالت موجة أم درمان متواصلة وإياكم، ووصلنا لواحدة من الفقرات المهمة جدا في ثورتنا الشبابية. أثبت الشباب أنه هم قادة بالفطرة وقادة بالإحساس، كل واحد فيهم يعني حقيقة عكس نموذج ومثال مشرف وجميل جدا لاهتمامه بثورته واهتمامه بتعاطيه مع الناس اللي حوله. عموما أنه الثورة دي فعلا أخرجت أجمل وأفضل ما في الشباب، ولكن عشان انت تكون قائد بالصوره الصحيحه والصوره السليمه بتحتاج لتدريب، وبتحتاج ايضا لمن هم اعرف واعلم منك في هذا المجال، وانه يملكوك الطرق العلميه الصحيحه لانك تكون قائد في مجتمعك. حنتعرف على الموضوع ده مشاهدينا الكرام، وكيف انه الشباب يكونوا قاده في المجتمع من خلال الاستاذ او الدكتور انس الامام، وهو مدير عام مؤسسة استشراف المستقبل للدراسات المستقبلية والتنمية المستدامة وتطوير الشباب. مرحبا بك كثير دكتور أنس، نورتنا. صباح الخير لكم مشاهدين قناة أم درمان الفضائية. يا صباح الخير. سعيدين جدا بتحت الفرصة لنا في التحدث عن هذا البرنامج. نحن أسعد والله، ولينا عظيم الشرف أنه تكون ضيف معنا اليوم ونتحدث عن مسألة القيادة المثلى وكيف أنه الزول يمتلك ناصية القيادة الصحيحة كشاب. فإن جنرال كده نتكلم عن الموضوع. طيب إحنا بدأنا في المؤسسة بتاعتنا 2017. الهدف منا كان تطوير الشباب عموما والتركيز على أهداف التنمية المستدامة اللي قامت بها الأمم المتحدة في المؤتمر حق اعلن عنها. فكان هدفنا انه نحاول نحقق الاهداف ال 17 في ذكرت الامم المتحده في 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 البيئه السودانيه. وبعد ذلك انتقلنا لموضوع حق تطوير الشباب. ففي الحاله دي قمنا اخترنا الموضوع حق القياده المجتمعيه. طبعا واحد من البرامج حق المؤسسه عندها كم برنامج، فمنها القياده المجتمعيه. نعدد بس برامج المؤسسه. في برامج في الاعلام، برامج القياده الاعلاميه الشابه. في البرنامج، في عندنا برنامج اسمه سودان جوز جرين، ده السودان المخضر، ده الاصلاح البيئي. في اوتيزم سبيكس، ده بتاع التوحد، منصه للاسر اللي عندها اطفال حقين التوحد يحكوا فيها التجارب حقتهم، وتاسيس مركز يكون متخصص في التوحد عشان لاحظنا انه في كميه من الاسر بتهاجر الى السودان بسبب قله المراكز حق التوحد في السودان. صحيح. في مبادره طمني للتوعيه بسرطان الثدي. يا سلام. في برنامج اسمه هيلث برايس، ده بتاع رياده الاعمال. هي جائزه تقدم سنويا لمشروع يكون فائز بالجائزه دي في رياده الاعمال. حاليا دي اغلب المشاريع اللي احنا شغالين عليها. البرنامج حق القياده المجتمعيه تابع للمشروع حقنا الداخلي في المركز ذاته، اللي هو مركز القاده السودانيه للشباب. هو مركز بتاع تدريب قائم بذاته داخل المؤسسه، مهتم بالشغل حق تطوير الشباب في القياده المجتمعيه. تمام. القيادة عموما. الحوجه اللي دعتكم بانه انتم تدشنوا برنامج زي ده، شنو الملاحظات اللي شفتوها في المجتمع خلتكم تقولوا لا والله نحن محتاجين فعلا برنامج لتدريب القاده الشباب؟ الشباب السوداني اندفاعي جدا. لاحظنا الحاجه اللي بنكون في الثوره حق ديسمبر، انه الاعداد حقتهم اللي بيطلعوا الشارع بتكون كبيره جدا جدا. اغلبهم بيكونوا عندهم وعي بالموضوع، او الاغلب الباقي بيكون عنده وعي بالموضوع بيطلع مع الناس. اندفاع عاطفي. فالفكره في 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 المنحه هنا انه انت عندك الاسس حقت القياده، لكن داعمه بحاجه علميه. ممتاز. دي الفكره بتاعت المنحه جات من هنا. ممتاز. فبتاهل المنضمين للمنحه دي بكافة المحاضرات وكافة الحاجات العلمية، بتأهل القائد انه يكون عنده الفكر المناسب انه يقدر يتناقش في قضية مجتمعية. حلو. مجالات المنحة دي شنو؟ هل هي مجال واحد حتتكلموا عن او تدربوا الشباب للقيادة ان جنرال، ولا مجالات كل زي في مجال؟ لا، هي في حياة عامة بتخص كل الناس الشغالين في مجال حق العمل الطوعي، في مجال حق رياده الاعمال، مجال التنميه المستدامه، القياده المجتمعيه بكافه اشكالها يعني. جميل. بتفيدهم كلهم. بعد كده بتتخصص جوا لسبع محاور اساسيه اللي هي الصحه، التعليم، البيئه، الاعلام، الابتكار، فرص العمل، رياده الاعمال. فكل موضوع من ديل عنده محاور ثانيه بيخشوا فيها، دي بندخل فيها هنا في النقاش. بعد ما المجموعه كلها تاخذ السيشنز الاول التدريب حقها الكامل، تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي بتاعت النقاش. في كل بيتقسموا جوا على المجموعات حقتهم السبعه. كل مجموعه بتقعد مع بعض بتتناقش في في في, في المحور حقها. سواء كانت الصحه او البيئه مثلا. يا سلام. بيتناقشوا بيطلعوا بالحياه الاساسيه في المشاكل بلد الاساسيه في المحور ده. بعد كده نحن المبادره حقتنا قامت انه هنحاول ندرج الشباب ديل في المنظومه بتاعت صناعه القرار. في انه بعد ما يطلعوا من المبادرات دي هيتناقش في البرلمان.
كتوصيات شبابية طلعت على أسس علمية ما قامت على أسس حقت والله إحنا شايفين. لا. يعني أنت ذكرت نقطة جميلة جدا إنه بتحاولوا تدرجوا الشباب ديل أو تعيشوهم أجواء بتاعة إنه هم صناع قرار. هل ده معناه إنه أنتوا داخل المؤسسة بتنشئوا زي محاكاة للبرلمان كده إنه كأنكم أنتوا محاكاة؟ أيوه هي طبعا دي هي فيها فكرة عالمية اللي هي حكومة شبابية فكرة عالمية مطبقة في كم دولة فبيدرجوا الشباب في المنظومة بتاعت الحكومة بالآراء والمقترحات الشبابية بتاعتهم وبعدين بيناقشوها ناس البرلمان يعني ممكن يجيزوها كقرارات او كسياسات ممكن تطبق في الدوله. شايفين انه من السهوله بمكان انه انتم ترفعوا التوصيات دي للبرلمان بحيث ان هي تناقش خصوصا في المرحله الحاليه؟ لو هي ممكن تكون الفكره تكون صعبه لكن لما حياتي على اسس علميه ما اعتقد انه في واحد ممكن يعارض. ما انا جبت لك حاجه باسس علميه، هي دي ورقه سياسيه بأسس علمية. جميل جدا. اتناقشوا فيها شباب طلعوا فيها معاهم حتى المجموعة بكون معاها ميسر من الميسرين حقينها بكون لو شأن في البلد لو علاقة بالمجال أصلا. يبقى لكم كمدخل. أيوة كمدخل غير كده هو بيساعد الشباب في النقاش. حلو. عشان هم يكون عندهم حاجات ممكن تكون هي حياة عاطفية لكن هو بيأسسها لهم بيقننها لهم. أيوة تمام. عشان تكون حياة عملية. ذكرت إنه في 7 مجموعات بواقع كم العدد داخل كل مجموعة؟ من 12 إلى 15. كل مجموعه من 12 ل 15 عشان يكون النقاش اي واحد ياخذ حصته من النقاش بطريقه كويسه. النقاش بيكون مده ساعتين. حلو. في على مده يومين. يومين في الاسبوع. يومين ايوه بيتناقشوا بيطلعوا بالتوصيات بيطلعوا او حاجه بيطلعوا بالمشاكل بيحصروها كلها بعد ذاك السيشن الثاني بيكونوا يعني يشوفوا المشاكل دي ممكن تتحل الفرص اللي ممكن تحلها الحياه المتوفره في البلد الموارد اللي ممكن تتوفر في البلد ممكن تحل المشكله دي شنو ويطلعوا بعد ذاك بمبادرات وبتوصيات. طيب معناها طالما انه في مبادرات وتوصيات ومحاولات لايجاد معالجات معناها في دراسات في اوراق عمل في بحوث بتقدم من قبل الشباب بالضبط كده. غير نحن في المؤسسه عندنا قسم مختص بدراسات الشبابيه المستقبليه بعد ما هم يقدموا المبادرات حقتهم بيشيلوها بيحللوها بيطلعوا بها بدراسات ممكن تفيد ممكن نقول الحكومه الانتقاليه الجديده في انه والله يا اخي في دراسه عملت في كذا شاب من الشباب في منطقه معينه والله والدراسه دي خلصت لواحد اثنين ثلاثه. يا سلام. فبتقدم لهم كورقه علميه او كورقه سياسيه ممكن هم يستفيدوا منها. ممتاز. الجانب العملي موجود عندكم طبعا اكيد. ما نظري بس. ما نظري بس. كيف العملي بيتمثل في العملي بيكون حسب السيشن بعد ذاك في مثلا لو اخذنا مثلا مثال الخطاب الجماهيري. لازم كل واحد من الشباب المشاركين يحاول يؤدي خطاب قدام الناس. ده محتاج ثبات انفعالي عالي جدا. ده مثال واحده من الحاجات المقدمه في الدوره التدريبيه. فلازم كل الشباب يكونوا عارفين انه هو القائد لازم يكون طبعا عنده كاريزما وغير كده عنده القدره انه يتكلم قدام الناس المواجهه. فدي واحده من الحاجات. غير كده حيكون في زيارات ميدانيه للجهات السبعه في حسب مثلا الصحه حتكون وزاره الصحه التعليم التربيه والتعليم عشان الناس تعيش التجربه الحقيقيه لصناعه القرار يعني. جميل. المشاركه النسائيه عندكم كيف في المنحه؟ هل هي مرضيه ولا خجوله؟ والله كبيره جدا طبعا. احنا ما خلصنا من الفرز لسه طبعا نحن بنستلم في الصحه بتاعتنا 200 هي احنا مقدموا لنا تقريبا حاليا هم فتحنا التقديم يومين فقط قدموا لنا 1500 شخص. ليه يومين بس يا دكتور؟ المشاركه كانت عاليه جدا. احنا نقسمه على كم مرحله. فالمرحله الاولى كانوا 1500 نفر. فاحنا هنصفي منهم يعني كانت المشاركه عاليه جدا جدا صراحه. والمقدمين يعني ما شاء الله انت بتختاري تحت يعني اشيل ده ولا اشيل ده فبقت المنافسه جوا عاليه. جميل. طيب ده بيخليني اسال انتوا اللي بيميز مؤسستكم شنو؟ انه ما شاء الله طالما انه يعني الرغبه في الانضمام للمؤسسه عاليه بل بالشكل يمكن البرنامج هو كان يمكن يعتبر يعني اول من نوعه في السودان. ممكن يكون في جهات بتقدمه لكن ما بكل المحتوى ما كل المحتوى غير كده هو نحن بنعتمد على اهم حاجه عندنا اللي هي افضل الممارسات العالميه اللي هي عن طريق الابحاث. ممتاز. يعني ما منهج اوريدي اتخذته لا منهج محدث عن طريق ابحاث لقوها علماء خارجيين يعني والله لقوا الحاجه دي مثلا ده البيس حقها كده بعد ذاك لقوا انه بعد فتره احسن تكون كده. تمام. فكده بتخلي الشباب يكونوا مواكبين للتطور برا في العالم يعني. طيب حكمك للمشاركه الشبابيه في المؤسسه قبل الثوره وبعد الثوره كيف؟ والله كبير جدا. بعد الثوره؟ بعد الثوره اكبر. اكبر بعد الثوره طبعا طبيعي يعني طبعا أيوة. بطبيعه الحال خاصه النساء ممكن اقول لك المقدمين 70% منهم من البنات. تمام. طبعا الشباب من سن 18 حتى 35 سنه. الاغلبيه كانوا بنات. عدد كبير يعني جدا ضخمه. صحيح. طيب رؤيتكم وشعاركم شنو في
في المؤسسه؟ في المؤسسه احنا المؤسسه استشراف المستقبل، شعارها استشراف مستقبل افريقيا اللي هو شعارها من زمان. ما شاء الله انتم تخطيتوا حتى السودان، يعني عندكم أيوة بعد نهر. قبل الثوره احنا اصلا ده شعار حقنا، انه هسه احنا متجهين لافريقيا فقط. ممتاز. ايوه ده معناه حيكون عندكم صولات وجولات وسفريات بالضبط لدول افريقيا، وتواصلوا معنا كم دوله في افريقيا، جنوب افريقيا وكينيا. تواصلوا معنا لانشاء برنامج مماثل. ممتاز. أيوة. حيكون في شراكات، حيكون يعني في شراكات في... ايوه مع كم مؤسسه في 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 عراقيل ممكن تواجه الشركات دي؟ البرنامج طبعا نحن بنقدمه مجانا. ايوه فممكن كنت حاسالك قبل أيوة. شويه انه يعني بتقدموا انتم محتوى ممتاز جدا ومواكب ومجاني. جدا ورغم كده مجانا. أيوة. فدي حاجه العراقيل ممكن تواجهنا اللي هي اساسيه ممكن تكون التمويل بالضبط في بس السفريات. الحمد لله في شركات كثيره حاولت ابدت الرغبه انها تخش معنا في الحاجه دي. ان شاء الله الموضوع يمشي كويس. ممتاز والله. تمام. نحن للاسف اعتقد الوقت انتهى، لكن انا اترك لك مساحه لاي اضافه انت حابب تقولها، معلومه مثلا نسينا ما قلناها او رساله عاوز توجهها. ما اظن في حاجه ما قلناها حاليا في البرنامج هنا، لكن بعتقد انه البرنامج ده حيكون اضافه كويسه جدا للشباب طبعا. في حيكون في دورات كنا كثيره اللي قدام اللي ما شارك الناس تركز في التقديم، احنا يعني لاحظنا في التقديم الناس بتقدم يعني بصوره شويه ما متردده، ما محكمه، ما بتعكس الشخصيه الحقيقيه. شروط طيب بالمناسبه شروط التقديم شنو؟ اول اختيار السلكشن بيتم على اي اساس؟ السلكشن بيكون على طريق انه اول حاجه العمر اللي هو من 18 الى 35. الحاجه الثانيه المشاركات في العمل الطوعي في المجتمع يعني حسب المبادرات اللي شغاله، او بيكون في ناس ما هم مشاركين لكن عندهم الرغبه بيصيغوا الحاجه دي بحيث تعكس الشخصيه بتاعت المشارك. فالناس تحاول تعكس الشخصيه بتاعت القياديه اللي هي عايزه تشارك بها في البرنامج بصوره تخلي الزول اللي بيعمل التصفيه يقدر يفهم المقدم ده هو بيفكر في شنو بالضبط. مفهوم. ممتاز. شكرا جزيلا لك جدا 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 دكتور انس الامام، مدير عام مؤسسه استشراف المستقبل للدراسات المستقبليه والتنميه المستدامه وتطوير الشباب. نحن محتاجين لنماذج ومؤسسات زيكم كده كثير عشان نقدر ننهض بالمجتمع السوداني من بعد المرحله اللي احنا مقبلين عليها، المرحله الجديده. نورتنا كثير جدا دكتور. يديك العافيه. الله يخليك يا رب.